عندنا اخبار كتير. ابدا معاكم، الاهلي بيستأنف تدريباته غدا ان شاء الله استعدادا لبلاتينيوم، مباراه مهمه جدا ان شاء الله الجوله الثالثه في افريقيا بعد النجم والهلال، مباراه بلاتينيوم قلت لحضراتكم انها تقام في 9 مساء على ملعب السلام ان شاء الله. كان فايلر كان في تمرين النهارده لكن غير الجدول بتاعه وخلى النهارده اجازه عشان اللعيبه حتى تلتقط انفاسها من ضغط المباريات والحمل البدني الكبير على لاعبي النادي الاهلي، عشان كده ادى النهارده اجازه، بكره ان شاء الله هيبداوا تدريباتهم مره ثانيه. قلت لحضراتكم افكركم بمجموعه النادي الاهلي مره ثانيه، النجم الساحلي التونسي الهلال السوداني بلاتينيوم الزيمبابوي، ان شاء الله كل التوفيق النادي الاهلي يوم السبت المقبل باذن الله. زي ما متعودين وخبر بقوله لكم على طول ودايما بفكركم ان فايلر ما بيسيبش اي كبيره وصغيره الا دايما يدرسها ويشوفها ويشوف نقاط القوه ونقاط الضعف الفرقه اللي هتلعبه، عشان كده فايلر بيجمع فيديوهات لمباريات بلاتينيوم الزيمبابوي بيشوفها وبيشوف نقاط الضعف في هذا الفريق ونقاط القوه لهذا الفريق ان شاء الله يعني يصل للي هو عايزه. كمان في سياق الخبر قلت لحضراتكم ان هو بيشوف ملخص من المباريات، بيشوف موقفه في الدوري، بيشوف مبارياته ونتائجه وهدافينه الاهداف اللي دخلت فيه كل يعني كبيره وصغيره. في ان شاء الله بكره برنامج حطه بنك مخطط الاحمال للاعيب النادي الاهلي للتخلص من الاجهاد. فايلر بيتسلم تقريرا طبيا عن المصابين والغائبين عن مباراة الاتحاد من الدكتور خالد محمود، هيسلم رينيه فايلر تقرير طبي عن حالة المصابين في النادي الاهلي، ان شاء الله يرجعوا كله يرجع بسرعة جدا يرجعوا سالمين ان شاء الله. ياسر ابراهيم خلاص هيشارك في التدريبات بعد انتهاء البرنامج التأهيلي، ياسر ابراهيم لعيب كويس جدا، مدافع كويس جدا، اكيد كل اللعيبة احنا محتاجينها مع نجوم فريق النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول نسعى لتحسين موقفنا في دور المجموعات ببطوله افريقيا، بيتكلم عن مباراه بلاتينيوم ان شاء الله اللي هتقام يوم السبت الساعه 9 مساء على ملعب السلام او على ملعب نادي او استاد النادي الاهلي، ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. يا كابتن سيد بيتكلم على تحسين الموقف ان احنا نبقى اول مجموعه ان شاء الله، هنبقى اول باذن الله. بيتكلم طبعا على احترام المنافس وعلى دراسه المنافس، دراسه جيده جدا من جانب ريني فايلر، هو ده اللي بيعمله فايلر، لسه كنا قايلين الخبر منذ قليل. مباراه امبارح كان فيها مكاسب كبيره جدا، اقول لكم اهم مكاسب هذه المباراه بسرعه. اهم مكاسب هذه المباراه اقتناص النادي الاهلي 3 نقاط والعلامه الكامله من 8 مباريات 24 نقطه، ما شاء الله ان شاء الله نكمل على كده. كمان يعني كان احتل فريق نادي المقاولين المركز الاول، استعاد النادي الاهلي المركز الاول بسرعه جدا بعد احتلال فريق المقاولين بعد فوزه على الاسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء. مبروك للكابتن عماد النحاس، عامل مباريات ولا اروع وعامل نتائج كمان ولا اروع في نادي المقاولين. كمان الهدف رقم 100 كان من نصيب علي معلول في 2019، ان شاء الله ننهي السنه على خير، ألف مبروك يعني لعلي معلول، رقم يعني بيسجله التاريخ، الهدف رقم 100 كل سنة. المباراة رقم 100 للحارس الكبير الكابتن محمد الشناوي، مباراة رقم 100 ليه، ما شاء الله ما شاء الله شناوي، إن شاء الله تفضل على كده على طول. الشناوي حافظ على شباكه نظيفة 55 مباراة من 100 مباراة وتلقى 65 هدف خلال ال 100 مباراة. كمان الرباعية رقم 50 للنادي الأهلي، الرباعية رقم 50 للنادي الأهلي في تاريخه، حقق النادي الأهلي الفوز برباعية نظيفة في الدوري للمرة رقم 50 في تاريخ مشاركاته في الدوري العام، تحققت على حساب 30 فريق في الدوري. يتصدر الاتحاد السكندري قائمة الفرق التي خسرت من النادي الأهلي بهذه النتيجة برصيد 5 مرات، يليه بتروجيت برصيد 4 مرات، غزل المحلة وترسانة برصيد 3 مرات. الموسم الحالي هو ثاني أكبر المواسم التي حقق فيها الأهلي نتيجة 4-0، حيث حققه للمرة الثالثة على حساب الإنتاج والجونة والاتحاد بالتساوي مع موسم 74 و75 ومع موسم 2006 و2007، أيضا هذا الانتصار 4-0 على حساب الاتحاد والجيش وبتروجيت والحرس. الفوز 13 للنادي الأهلي مع فايلر، دي يعني النتائج أو
المكاسب مباريات الامس الفوز رقم 13 مع فايلر، لعبنا 14 مباراه خسرنا في مباراه وحيده امام النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء، وحضراتكم شفتوا ملابسات هذه المباراه، وفوز ب 13 مباراه مع رينيه فايلر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي. كل التوفيق لهذا المدير الفني المحترم اللي اقنع الكل ايا كانت انتماءاته ان النادي الاهلي عنده مدير فني كبير جدا، وجه مصر مدير فني عنده فكر عالي كمان ان شاء الله يطوره اكتر واكتر. النادي الاهلي بيعلن استلام مخاطبات الصحفيين والمصورين الخاصه بمباراه الاهلي وبلاتينيوم لمده يومين. تهيب اداره الاعلام بالنادي الاهلي بالساده الزملاء الصحفيين والمصورين المكلفين بتغطيه مباراه الاهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي المقرر لها يوم السبت ان شاء الله 28/12/2019 في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، إرسال المخاطبات الرسمية من المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية التابعين لها عبر الإيميل التالي ahliegyptmedia@gmail.com ahliegyptmedia@gmail.com، وذلك الاستقرار لاستخراج التصاريح الخاصة بتغطية هذه المباراة التي تقام في 9 مساء السبت المقبل باستاد السلام إن شاء الله. تتلقى إدارة الإعلام المخاطبات من الزملاء عبر الإيميل اللي قلت لحضراتكم منذ قليل، بداية من اليوم الثلاثاء وحتى 12 ظهر الخميس الموافق 26/12/2019 وفقا للمكاتبات الرسمية الصادرة عن المؤسسات الصحفية. على أن تتولى إدارة الإعلام إرسال قائمة بأسماء السادة الصحفيين والمصورين إلى اتحاد الكرة وهيئة استاد السلام ومديرية أمن القاهرة للتسيير على الزملاء في عملية الدخول والخروج وأداء عملهم على الوجه الأكمل. خلاص بلاش الخبرين دول لغاية لما الموضوع يبقى رسمي جدا جدا جدا.